السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخوة المهندسين والمهندسات. النهاردة لقاءنا في الفيديو رقم 113 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، وهو يعتبر الجزء أو الفيديو الثاني من حديثنا عن الكونكريت كانفاس أو القماش الخرساني. والفيديو ده برضك هيعتبر لسه تمهيد سابق لإدراج أو توضيح صور التنفيذ في الموقع، وهو يعتبر بس جزء نظري او برضك هو يعتبر جزء توضيحي لمخطط او جزء من مخطط، او نقدر نقول الميثود ستيتمنت اوف انستليشن. لكن خلينا نذكر بس شكل موضح من ممكن احد الاماكن اللي ممكن يستخدم فيها الكونكريت كانفاس. زي ما انت شايف هنا، يمكن كان عندنا بوندينج، يعني بحيرة زي ما انت شايف بالشكل ده تقريبا، وكنا فيه عملنا فيه تبطين ببولي ايثيلين عالي الكثافة، وكان فيه جزء منه عاملين فيه سلوب كده مغطينه بيعتبر حاجة زي رملة، وكنا محتاجين نعمل حماية للرملة وكده، فعملنا استخدمنا فيها الكونكريت كانفاس اللي اتكلمنا عليه. فزي ما انت شايف هنا، ده كان يعتبر احد جوانب الامبانكمنت للبوندينج اللي انت شفتها. فزي ما انت شايف هنا عمل ملاحظة اللي هو بروتكشن لاير. بروتكشن لاير على اساس ان الاسلوب هنا كان عايز يعمل له حماية من النحت. وزي ما انت شايف يمكن كانت الملاحظة هنا اللي هو كان بيقول لك ارجع الملاحظة protective layer shall be appropriately product installed in accordance with manufacturers. ده بس طبقا للشركة المصنعة. في عندنا حوالي 30 سنتي مرل هنا، ده احد انواع الامبانكمنت to prevent erosion of marble by wave action. فعلشان حركة المياه او حركة المياه داخل البند، فعشان يحمي ان هو ما يحصلش erosion للجزء اللي احنا رادمين بيه او الميول اللي موجودة، فحد استخدمنا اللي هي protection. فنرجع تاني للميثود ستيتمنت. A survey will be conducted of the work site to determine the requirement for installation of concrete canvas. بس بتعمل اعمال المساحة بحيث ان انت تتأكد من ان المساحة اللي موجودة على الواقع هي فعلا اللي موجودة في الرسومات او في اختلاف بينها. Make two anchor trench نص متر، يعني نص متر ب30 سنتي عمق، ده من تحت. وفي عندك انكور ترنش برضك من فوق، يعني عندك انكور ترنش تحت انكور ترنش فوق، تقريبا من تحت او من فوق 30 سم في 30 سم، ومن فوق 50 في 30. كونكريت كانفاس will be cut into appropriate length using spreader beam and Stanley knife to match exactly the dimension of the individual sections of the file. بس مجرد انت السبريدر بيم ديت اللي هي اللي انت بتفرد بيها الرولات بالنسبة للكونكريت كانفاس، وبتقطعه عادي بسكينة عادية. يعني اهم حاجة ان هي بحيث ان هي على تكون على قد البروفايل اللي موجود عندك او الجزء الميولي اللي موجود عندك. It will be then laid over the slope surface including the top and the two anchor trenches. طبعا الطول اللي انت بموجود ده بحيث ان هو يكون جزء منه في الترنش اللي موجود فوق، اللي فوق في الاعلى، والترنش اللي موجود عند الادمة من تحت. At the top concrete canvas will be picked using L-shaped picks directly inside the top trench of size 0.3 × 0.3. طبعا بتستخدم حديدة كده او جزء ان شاء الله هنوضح صورتها فيما بعد، جزء كده زي خابور بنقدر ننزله بيثبت جوه الترنش اللي من فوق بحيث ان هو يمسك الكونكريت كانفاس من فوق. And where there are sleepers. طبعا كان في sleepers، ده مصطلح صناعي في لو في مثلا عندك اواعد خرسانية بتحمل جزء انابيب حاملة اعلاها من فوق، فبتقول عليها sleepers. طبعا في السليبرز هنا موجودة، ففي ثلاث جوانب للكونكريت كانفاس هيكون في تلامس ما بينهم. فالثلاث وجوه بالنسبة للسليبر هيكون في عندنا
الألومنيوم ستريبس ديت هنثبت الكونكريت كانفاس في السليبر من فوق. نوريها لكم زي ما انت شايف، بس ده كان شكل السليبر، وزي ما انت شايف كنا كان في عندنا هنا كونكريت كانفاس. فده المصطلح اللي احنا او الفكرة المختصر يعني للكلام، ان هو بتثبته كده ب الومنيوم ستريب مع الثلاث جوانب دول. هنا الومنيوم ستريب اند ستانلس ستيل انكور بولت. The fibrous surface of concrete will be face up upward and the PVC membrane will be in contact with the slope surface. الفكرة انه زي ما قلنا قبل كده انه الكونكريت كانفاس بيبقى له سطح من فوق اللي هو الجزء اللي بيكون فيه خرسانة وبيتم العمل هيدريشن ليه، وفي جزء تحت بيكون غير منفذ او يعتبر تقدر تقول زي طبقة مانعة كده للتسرب. فده الجزء اللي بيكون محتك مع الاسلوب، والكونكريت الشكل الجزء الفايبر بيقود من فوق. ده النقطة اللي بنتكلم عليها اللي هي ذا fibrous surface، الجزء الفايبر بيكون من فوق، والجزء البي في سي ممبرين اللي هو بيكون مع contact with the slope surface. Adjacent pieces of concrete canvas will be joined together using stainless steel screws. ده بتلحم الوصلات بمسامير ستانلس ستيل، ان شاء الله نتعرض لها نوضح صورتها فيما بعد. after completion of each joint the joint will be visually inspected. بعد ما تخلص الوصلات بتفحصها كده بالنظر، بتشوف لو في حاجه فيها دمج تصلحها. after completion of all joint hydration will take place using a water tank with a connected hose. طبعا قلنا طبعا انه الكونكريت كانفاس معتمد ان انت ترش الميه على سطحه بحيث ان هو يكون لك السطح الخرسان اللي هو محتاجه. rehydration will take place within 1 to 2 hours based on the site condition. ممكن تعمل اعاده لرش الميه خلال ساعه او ساعتين طبعا لو محتاج ان انت ترش تاني. anchor trench will be filled with backfilled material. تقدر تردم الانكور ترنش اللي فوق واللي تحت. Visual inspection of the installation will take place in the next 24 hours and rehydration will be done if required. طبعا الاستشاري اللي موجود عندك بيجي يعمل فيجوال فحص نظري كده للكونكريت كانفاس والسطح اللي اتعمل، وبرضك لو في اجزاء يعني محتاجه ان هي ترش تاني مفيش مشكله ترشها. ده كان بس سيكشن كده ان شاء الله بس للتوضيح. زي ما انت شايف ده كان جزء الميول. هنا عندنا الجزء اللي من فوق ده اللي هو التوب انكور ترنش، وفي عندنا جزء من تحت اللي هو التو انكور ترنش. وزي ما قلنا ده جزء كان اللاينر اللي كان تحت الكانفاس، وفي هنا من فوق كده الكانفاس، وكان في زي ما قلنا هنا جزء الامبانكمنت كان عباره عندنا عن حاجه اسمها مرن، ان شاء الله نوضحها فيما بعد. هنا ال shaped بيجز زي ما انت شايف خوابير كده، زي ما انت شايف الكانفاس نفسه بيجي لغايه التوب ترنش، وبعد كده بيثبته داخل التربه بال shaped بيجز. الومنيوم ستريبس طبعا عشان حوالين السليبر في الومنيوم ستريبس هنثبتها بيها. وفي هنا ستانلس ستيل سكروز طبعا الوصلات اللي ما بين الكانفاس ورولات الكانفاس وبعضها من عباره عن ستانلس ستيل سكروز. ده يمكن شكل اوضح شويه. زي ما انت شايف ده كان الميول، ده كانت الاواعد السليبر اللي كانت موجوده او الاواعد الخرسانيه. زي ما قلنا شايف هنا التو انكور ترنش اللي هو عند الادمه، والتوب انكور ترنش اللي هو موجود من فوق. ده زي ما انت شايف رولات الكونكريت كانفاس، وزي ما انت شايف ديت الجوينت اللي موجوده بالنسبه للوحدات. زي ما انت شايف عرضه هنا متر، عرض الرولات اللي موجوده عندنا. وزي ما انت شايف هنا المسامير ستانلس ستيل هي المستخدمه في الوصلات ما بين رولتين الكونكريت كانفاس، وده الكونكريت كانفاس نفسه. وطبعا هنا النقطه اللي اتكلمنا عليها او وضحنا صورتها اللي هي الالومنيوم ستريبس وستانلس ستيل انكور بولت والال شيبت بيكس. وهنا يمكن بس انه المسافه بين المسامير وبعضها تقريبا بتكون حوالي 10 سم. والاوفرلاب
بالنسبة للرولتين هنا موجود 10 سنتي اوفر لا. ده كان طبعا النقطة اللي اتكلمنا عليها، سطح الكونكريت، سطح الفايبر النسيجي، سطح نسيجي من فوق وسطح منفذ من تحت البي سي. ده كده يعتبر يعني وصلنا لنهاية الفيديو كده. اتمنى تكون واضح بس شكل او فكرة بسيطة عن الميثود ستيتمنت اللي هننفذ بيها الكونكريت كانفاس، وان شاء الله هنوضح الصور التنفيذ في الموقع وازاي بنفرد الرولات في الموقع. بس يمكن كان في ملاحظة بسيطة، هو التفريق بين يعني كانت يمكن احد الاسئلة اللي بتسأل بالنسبة للشركة المصنعة، انه اذا application slope protection or slope stabilization. زي ما انت شايف اللي هو بس بيفرق بين السلوب بروتكشن او السلوب ستابلايزيشن. طبعا هنا سلوب بروتكشن دي زي الحاله اللي عندنا، ان احنا اصلا عندنا جزء ميول كده وعايزين نحميه. هنا بقول السيرفس سليب كوزد باي رين فول، طبعا بس انه مجرد مطره مثلا تنزل فتروح، او لو في حركه مثلا امواج زي ما كان عندنا فانت عايز تحمي الميول. او هنا دي سليب كوزد باي جراوند ووتر اور فايبريشن، انه الجزء ده بيحصل له سلايدنج كده نتيجه مثلا ان في اهتزازات من فوق او في مياه جوفيه، ف بتاخد جزء كبير من الميول كده. فلما تيجي هنجي تقول اه ده سلوب ستابلايزيشن، فبتعيز تعمل تثبيت للميول دي. على كل يعني زي ما انت شايف هنا، ده كان في ميول هنا كونكريت كانفاس سلوب بروتكشن زي ما انت شايف، كانت مشروع كده هنا في اسبانيا، وكونكريت كانفاس سلوب بروتكشن اند ستابلايزيشن بروجكت كان المشروع ده في نيوزيلندا. ولكن زي ما انت شايف جزء كده طبعا ماهوش ثابت، و فبيحصل له هنا جزء كبير بيحصل له انهيار، ولكن هو هنا نقدر نقول ان هو سلوب ستابلايزيشن هنا، وهنا نقدر نقول سلوب بروتكشن. دي بس النقطة، يمكن النقطة الأخيرة، النقطة الثانية انه الكونكريت كانفاس او رولات الكونكريت كانفاس ممكن تيجي جافة وممكن تيجي مبللة. زي ما انت شايف هنا كونكريت كانفاس از افيلابل از لارج بالك رول من 1.5 طن، من 1.5 ل 1.6 طن. هنا يمكن ده بس التخانات السمكات المختلفة بالنسبة له، اللي هو 5 ملي و8 ملي و13 ملي، ديت اللي هي التخانات زي ما قلنا السيكنس بالملي. الرول ويتس عرضه متر، وفي 8 ملي و13 ملي 1.1، و الدراي ويت ده الوزن بتاعه. هنا البالك رول زي ما انت شايف الاوزان بتاعتها، و بالنسبة للبالك والنقطة للترال الدراي، فزي ما انت شايف هنا سي سي كونكريت كانفاس بالك رول ده طبعا بتكون مبللة. فالفكرة انه موجود كده وموجود كده على حسب متطلبات المشروع اللي عندك. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهي كانت الفيديو الفكرة الرئيسية ان احنا كنا بنتكلم عن الميثود ستيتمنت للانستليشن بالنسبة للكونكريت كانفاس. ان شاء الله نلتقي في الفيديو القادم، وهنكون ندرج صور التنفيذ في الموقع للمشروع اللي استخدمنا فيه الكونكريت كانفاس. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.